ترانسكريبشن. ترانسكريبشن مين ميكينج الار ان اي. ليه الجسم بيحتاج ان هو يصنع الار ان اي، او ما هي فايدة الار ان اي داخل الجسم؟ Our body needs to make proteins in order to carry out cell function. بمعنى ان الجسم بيحتاج يصنع البروتينز عشان تقدر الخلايا تقوم بالفانكشن بتاعتها، لان البروتين هو المكون الاساسي لمعظم الانزيمز والهرمون والبيولوجيكال اليمنت. الانستراكشنز اللي بتحتاجها الخلايا عشان تقدر تصنع البروتين موجوده في الدي ان اي الموجود داخل النيوكليوس، والرايبوسوم اللي هي موجوده في السيتوبلازم المسؤول عن تصنيع البروتين ما بتقدرش تعمل ريدنج للدي ان اي اللي هو موجود في النيوكليوس. عشان كده احنا بنحتاج ان احنا نعمل كونفرجن او كوبي من الدي ان اي ونحولها الى ار ان اي، والار ان اي بيبقى سهل ان يحصل له ريدنج عن طريق الرايبوسوم. عملية الفورميشن للار ان اي من الدي ان اي بنسميها الترانسكريبشن، وبالتالي الار ان اي بيحصل له فورميشن من الدي ان اي، وكلمة ترانسكرايب معناها تو كوبي. علشان كده ترانسكريبشن عبارة عن كوبيز الدي ان اي مسج انتو ابيس اوف ار ان اي، معناها ان احنا بنطبع الكود الموجودة على الدي ان اي ونحولها ل ار ان اي. والطريقه دي بتخلي الدي ان اي دايما موجود في النيوكليوس عشان نحافظ عليه، ما ينفعش ان احنا ننقله في السيتوبلازم. طالما انا بعمل كوبي منه من خلال الار ان اي، والار ان اي هو اللي بيطلع من النيوكليوس نروح للسيتوبلازم، بالطريقه دي احنا بنحافظ على الدي ان اي بيبقى موجود بروتكتد داخل النيوكليوس. وبالتالي ما بنيجي نعرف الترانسكريبشن هي عباره عن البروسيس اوف ميكينج الار ان اي فروم دي ان اي ستراند ان ذا نيو. والتلات انواع اوف ار ان اي اللي هم موجودين داخل السيلز، سواء الرايبوسومال ار ان اي او المسنجر ار ان اي او الترانسفير ار ان اي، التلات انواع بيحصل لهم فورميشن من خلال الترانسكريبشن. وعمليه الترانسكريبشن بتتم داخل النيوكليوس الموجوده داخل الخليه. اثناء عمليه الترانسكريبشن بيبقى في انزيم محدد بنسميه الار ان اي بوليميريز بيتحد مع الدي ان اي وبيعمل سيبريشن للدي ان اي ستراند، بيفك الهيليكال ستراكشر وبيعمل سيبريشن للتو ستراند اوف دي ان اي زي ما هو باين في الصوره. اول حاجه بيعملها الار ان اي بوليميريز ان هو بيبتدي يفصل التو ستراند اوف دي ان اي عن بعض. بعد كده الار ان اي بوليميريز بيستخدم واحده من الستراند of DNA بنسميها التيمبل ستراند، دي الستراند اللي بيقراها ومن خلالها بيقدر يكون ال RNA باستخدام النيوكليوتايدز، يبتدي يركب نيوكليوتايدز جنب بعضها وبالتالي بيكون ال RNA. الستراند الاخرى من ال DNA بنسميها الكودينج ستراند، ودي بيبقى تركيبها زي ال RNA اللي هيتم تصنيعه باختلاف السايمين، بيبقى يوراسيل على المسنجر RNA، فاحنا سميناها كودينج لان احنا بنقدر نتوقع منها ترتيب النيوكليوتايد على الار ان اي. وبالتالي الار ان اي بيتكون في صوره سنجل ستراند بيحمل الجينيتك انفورميشن اللي بتحتاجها الخليه عشان تكون البروتين، وبيعمل لها ترانسفير اوت اوف ذا نيوكليوس بيوديها للسيتوبلازم للرايبوسوم عشان يقدر يصنع البروتين. زي ما احنا شايفين في الفيديو بنلاقي ان الـ RNA polymerase بيفصل التو ستراند عن بعض، بعد كده بيبتدي يجمع النيوكليوتايد على حسب الترتيب الموجود في التمبل ستراند وبيستبدل السايمين باليوراسيل، بعد كده بيطلع من النيوكليوس ويروح للسيتوبلازم. requirement for transcription، الحاجات اللي بنحتاجها عشان نعمل ترانسكريبشن، اول حاجه السبستريت اللي هي عباره عن الرايبونيوكليوتايدز اللي بتشمل اليو تي بي والاي تي بي والجي تي بي والسي تي بي، يوريدين تراي فوسفيت، الدينوسين تراي فوسفيت، جوانيزين تراي فوسفيت، سايتيدين تراي فوسفيت. الحاجه الثانيه بنحتاج الدي ان اي تمبلت اللي من خلالها بيقدر الار ان اي بوليميريز ان هو يرتب الرايبونيوكليوتايد. ثالث حاجه من الريكويرمنت هو ال RNA polymerase enzyme وهو المسؤول عن separation of two strand of DNA، وكمان بيعمل building ل RNA strand من خلال استخدام ال building block اللي هي الرايبونيوكليوتايدز. transcription steps ثلاث خطوات بيتم من خلالهم الترانسكريبشن. اول خطوه بنسميها الانيشيشن، بيتم فيها ان ال RNA polymerase بيعمل binding ل specific area على تمبل ستراند بنسميها البروموتور ريجون. البروموتور ريجون عباره عن دي ان اي سيكونس ذات سيجنال
the start of transcription. معناه ان هو ترتيب معين من النيوكليوتيد اللي هو special sequence من خلاله يتحد ال RNA polymerase بالtangled strand وبيبتدي عملية الترانسكريبشن. وال RNA polymerase اول ما بيعمل binding في منطقة البروموتر region بيعمل break للهيدروجين بوند، عشان كده بيعمل unwinding لل DNA double helix، يبتدي يفرد ال DNA عشان يقدر يعمل copy لل RNA. بيعمل unwinding معناه ان هو بيلغي ال double helix form لل DNA. البيزل بروموتر ريجون بيعمل بايندينج مع الترانسكريبشن فاكتور، واللي بتتحد مع ال RNA بوليميريز عشان يتيري عملية الترانسكريبشن. وبيبقى فيه اكتر من سيكونس بنسميه بروموتر ريجون، بتحتوي على انواع مختلفة من السيكونس. اشهر سيكونس للبروموتر ريجون وهو الداتا بوكس بيحتوي على سبيشال سيكونس بنسميه الكونسنسوس سيكونس، زي ما هو باين في الصورة، عبارة عن ال TA-TAA. بيبقى موجود about 25 base pair upstream from the transcription start site. هنا دي منطقة الترانسكريبشن بتبتدي من أول plus 1 downstream في الاتجاه من 3 ل 5، بنسميها downstream اللي هو اتجاه الترانسكريبشن. ولكن الاتجاه المعاكس بنسميه upstream وبيبقى بالماينس، بيبقى minus 1 minus 2 وهكذا. التاتا بوكس بيبقى موجود عند ماينس 25 في الايوكاريوت. المنطقة الاخرى اللي بنسميها البولي ادينيليشن سيكونس دي بتبقى عبارة عن ترمينيشن سايت، بيبقى لها سبيشال سيكونس اللي هو باين قدامنا اللي هو الاي اي تي اي اي اي، بنسميه ترمينيشن سيكونس. معناه ان الار ان اي بوليميريز اول ما بيوصل المنطقة دي بيعمل ترمينيشن او بيوقف عملية الترانسكريبشن. فبيبقى فيه في الاول جزء بنسميه بروموتر، وكمان جزء في الاخر بنسميه الترمينيتور. من خلالهم الـ RNA polymerase بيعرف بيبتدي منين بالظبط وبينتهي فين، بحيث ان هو بيعمل ترانسكريبشن للـ RNA. فما بنجمع الخطوة الاولى كلها مع بعضها اللي هي الـ initiation، دي اول خطوة في الترانسكريبشن. من خلالها بيحصل binding ما بين الـ RNA polymerase في المنطقة اللي بيبقى فيها البروموتر ريجون، وبيعمل unwinding للـ DNA double helix بحيث ان هو يعمل separation للـ two strand اللي هي عبارة عن الـ template strand والـ coding strand. types of RNA polymerase، عندنا ثلاث انواع في الـ eukaryotes. اول نوع بسميه الـ RNA polymerase type 1 و type 2 و type 3. التلات انواع بيبقوا موجودين داخل النيوكلاس. وظيفة الـ RNA polymerase type 1 ان هو بيصنع ribosomal RNA، بيصنع معظم اجزائه ما عدا جزء واحد اللي هو الـ 5S ribosomal RNA، لان الribosomal RNA بيكون من اكتر من segment. البوليميريز type 2 بيصنع المسنجر RNA، البوليميريز type 3 بيصنع الترانسفير RNA، وبيصنع السيجمنت اللي هي الـ 5S ribosomal RNA، كمان بيصنع الـ other small nuclear RNA. فبالتالي كل انواع الـ RNA بتتصنع داخل النيوكلس، وكل نوع من الـ RNA بيبقى ليه special type من الـ RNA polymerase enzyme. الـ second step من عملية الترانسكريبشن وهي الـ elongation، من خلالها الـ RNA polymerase بيعمل reading للـ DNA template strand، من خلال ان هو بيعمل building new RNA strand by adding one nucleotide at time. بيبتدي يضيف النيوكليوتيد واحدة بعد التانية، وبيستخدم نفس القاعدة بتاعت البيز بيرينج من خلال ان السيتوزين بتتحد مع الجوانين، ولكن الادينين بتتحد مع اليوراسيل، بيستبدل اليوراسيل بدل من السايمين. فزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا بنلاقي ان عملية الالونجيشن الـ RNA polymerase بيعمل ريدنج للتمبلت ستراند، وبيعمل بيلدنج للـ RNA strand من خلال ان هو بيركب الرايبو نيوكليوتيد. ودايما الـ RNA polymerase بيقرأ التمبلت ستراند في اتجاه من 3 برايم الى 5 برايم، وبيركب الـ RNA من الخمسة للتلاتة برايم. معناه ان القراية بتبقى عكس الكتابة، بيقرأ من 3 لخمسة وبيكتب من 5 لتلاتة، عشان كده بيبتدي يضيف نيوكليوتيد في اتجاه التلاتة، وبيبتدي من 5 وبيضيف النيو نيوكليوتيد عند التلاتة برايم جروينج اند. عشان كده المرحلة دي احنا سميناها elongation، لان من خلالها الـ RNA polymerase بيفضل ماشي على التمبلت ستراند
في الترانسكريبشن اريا، عشان كده بيكون لونج اريا من الار ان اي وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لمنطقه التيرمينيشن. ثالث خطوه وهي التيرمينيشن، من خلالها الار ان اي بوليمريز بيعمل تيرمينيشن لعمليه الترانسكريبشن. اول ما بيوصل الار ان اي بوليمريز لمنطقه التيرمينيشن على طول بيوقف عمليه الترانسكريبشن. والترمينيشن سيكونس زي ما قلنا هو عبارة عن سبيشال سيكونس اللي بيدي إشارة علشان يحصل ستوب لعملية الترانسكريبشن. أول ما بيحصل ستوب لعملية الترانسكريبشن الـ RNA polymerase والـ new formed RNA strand الاثنين بيحصل لهم release، بيخرجوا من الـ DNA والـ DNA بيحصل له rewinding، بيلف تاني وبيعمل الـ helix structure. بعد كده الـ RNA strand بيخرج من النيوكلس ويروح للسيتوبلازم في المكان اللي فيه الرايبوسوم عشان يعمل ترانسليشن أو يحول الكود ديت لبروتين. يبقى الخطوة التالتة وهي عملية التيرمينيشن الـ RNA polymerase، أول ما بيوصل للتيرمينيشن سايت على طول بيعمل ستوب، والـ RNA اللي تكون بيبقى has the same base sequence as DNA coding strand، زي ما قلنا بيبقى نفس الكودينج الموجود على الكودينج ستراند، ولكن بيبقى السايمين بيستبدل باليوراسيل على الار ان اي. بعد كده الار ان اي بيخرج من النيوكلاس ويوصل للسيتوبلازم. اجمالا يبقى عمليه الترانسكريبشن بتبتدي بالبايندينج اوف ار ان اي بوليميريز في منطقه البروموتور ريجون، بعد كده بيعمل ريدنج للتمبل ستراند اوف دي ان اي، وبعد كده بيعمل بيلدنج للار ان اي على حسب السيكونس الموجود على التمبلت دي ان اي، وبيستبدل السايمين باليوراسيل. واول ما بيوصل للترمينيشن سايت بيحصل له كاتنج او بيوقف عمليه الترانسكريبشن. بعد كده بيحصل له بوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، بيحصل كاتنج للانترونز زي في حاله الماسنجر ار ان اي. بعد كده الماتيور ار ان اي بيخرج من النيوكلس ويوصل للسيتوبلازم.